تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يجمع بين صلاتين من دون قصر، علما بأننا قد خرجنا أكثر من 80 كيلو، فهو يجمع لكنه لا يقصر؟ نعم، الإتمام جائز في السفر لكن خلاف الأفضل، يجوز الإتمام في السفر لكنه خلاف الأفضل والأحسن. الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم.